بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. ما المراد بالآية الكريمة السائل أبو عبد الله في قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب، وهو القرآن العظيم. يسمى القرآن ويسمى الكتاب ويسمى الفرقان، وله أسماء كثيرة. كلما كثرت الأسماء دل على عظمة المسمى. أنزلناه إليه، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنزله الله إليه بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن العظيم أنزلناه إليك مبارك. هذا القرآن مبارك من جميع وجوه البركة، لأنه كلام رب العالمين، فهو مبارك في تلاوته، مبارك في تعلمه وتعليمه، مبارك في تدبره، مبارك في العمل به. كل أنواع البركة كلها في هذا القرآن العظيم، لكن المطلوب منا ليتدبروا آياته. هذا مطلوب منا، أن نتدبر هذا القرآن ونتأمله ونتعرف على معانيه وأسراره من أجل العمل به، فهو حجة علينا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بعد التدبر ومعرفة ما تيسر من معانيه يحصل التذكر، تذكر وعدم الغفلة عن كتاب الله وعن طاعة الله عز وجل، فهو مذكر بالله عز وجل. أولو الألباب أصحاب العقول، لأن الذين عقولهم سفيهة لا ينتفعون بهذا القرآن، إنما يمر عليهم ولا يؤثر فيهم والعياذ بالله. أما أولو الألباب وأصحاب العقول الصحيحة والنيرة فإنها تتذكر بهذا القرآن، تتذكر عظمة الله، تتذكر معاني هذا القرآن والمطلوب به وما يجب علينا نحوه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. أبو إبراهيم يقول: اشرحوا لي هذه العبارة في كتاب التوحيد: إن الرقى والتمائم شرك، وما الجائز منها وما الممنوع؟ مأجورين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى الشركية هي رقى الجاهلية التي فيها استعاذة بغير الله، فيها دعاء لغير الله عز وجل، فيها منادات لآلهة المشركين، هذه رقى شركية. وأما الرقى من القرآن ومن السنة ومن الأدعية المشروعة فهي توحيد وليست شرك. إن الرقى والتمائم، التمائم شيء يعلقونه على الأولاد، يزعمون أنه يدفع العين عنهم، وهذا تعلق بغير الله، فهي رقى شركية وتمائم شركية، لأنها يطلب بها صد المكروهات محظورات من غير الطريق الصحيح الذي وردت الاستعاذة به والتعوذات به، وهو كتاب الله وسنة رسوله والأدعية المباحة والمشروعة. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، وهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. المحبة بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الذي يجعل المودة بين الزوجين هو الله سبحانه، وهذا من آيات الله، أنه رجل أجنبي وامرأة أجنبية يجتمعان بالعقد الشرعي فيلقي الله المحبة بينهما، وجعل بينكم مودة ورحمة، تراحمون. المرأة
ترحم زوجها والزوج يرحم امرأته بعد هذا العقد المبارك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أبو ياسر يقول: أسأل الشيخ صالح حفظه الله، أي الآيات القرآنية نزل أكثر، في المدينة أو في مكة؟ أكثر ما نزل في مكة خاص بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والعقيدة، وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية والفقهية فهذه نزلت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أبو عادل يقول: نحن في إحدى الهجر وفي أيام البرد الشديدة يكون يا شيخ صالح أمامنا دفايات متعددة على الكهرب، فنصلي وهي أمامنا. لا بأس بذلك، لأن هذه كهرباء وليست نارا المنهي عن استقبالها في الصلاة، هذه مثل اللمبات، أيضا أنتم تستقبلون النجفات وتستقبلون اللمبات، هذه سرج نعم وتدفئة. يقول فضيلة الشيخ: نحن نتنقل في البراري وأحيانا ننحرف عن القبلة إذا أردنا الصلاة للفروض شيئا يسير، ونحن نحرص الحقيقة ونتحرى القبلة، ولكن نضطر إلى الانحراف عن القبلة. لا بأس بذلك، أما المقصود استقبال الجهة التي فيها الكعبة، استقبال الجهة التي فيها الكعبة، هذا البعيد عنها الذي لا يراها، وأما الذي يرى الكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، وأما البعيد الذي لا يراها يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف يسيرا لأنه لا يراها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المدينة، دل على أن الأمر واسع في هذا. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من عنيزة يا شيخ أرسل مجموعة من الأسئلة لفضيلتكم، يقول: ما حكم قول القائل أنقذتني العناية الإلهية، وهل مثل ذلك لولا عناية الله لهلكت؟ لا، يجب التعلق بالله عز وجل لا بالصفة، وإنما يقول أنقذنا الله برحمته وعنايته، ولا يسند الأمر إلى الصفة، إلى صفة الله عز وجل. نعم. يقول أبو نواف من طائف: نحن نسكن بعد الميقات 5 كيلو، فنضطر فضيلة الشيخ أننا نحرم من مكاننا ونذهب إلى مكة للعمرة، هل لابد أن نرجع مرة ثانية إلى الميقات؟ أحرموا من مكانكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك يعني دون هذه المواقيت فمهله من أهله يعني من مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: والدي فضيلة الشيخ أقر له الأطباء عملية جراحية وهي خطيرة، ولكن الوالد همس في ابني وقال: أنا بلغت أكثر من 85 وأرجو يا ابني ألا تعملوا لي هذه العملية، فأنا تحت مشيئة الله عز وجل، هل يجوز لي إجبار والدي كما قال الأطباء على إجراء العملية؟ لا، ما دام الوالد عنده شعوره تفكيره ألا تجبره على ذلك، أما إذا كان ما ليس عنده شعور ولا تفكير وقرر الأطباء ضرورة العملية فإنك تقوم مقامه في الإذن بإجرائها. نعم. يقول: بالنسبة للاستفتاح في الصلاة أنا ألزم استفتاح واحد، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وأستمر على ذلك دون أن أذهب إلى دعاء آخر أو استفتاح آخر. لا بأس بذلك، هذا هو أصح أنواع الاستفتاح، وهناك استفتاحات كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاة الليل والتهجد، لكن هذا أحسنها. نعم. يا شيخ، تقول الأخت السائلة أم مرام: ما حكم وضع شرائط في شعر المرأة أو بكلات تزيد من حجم الرأس وتكبره وتزيد في طول الشعر للجمال؟ لا يجوز أنها تتصنع بشيء ليس من خلقتها، ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك من يصنعه بها، كلاهما ملعون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تترك شعرها الخلقي وتجمله ولا تزيد عليه بشعر آخر. نعم. يقول في الحديث وشرح هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الأعمال هي في العبادات فقط أم في جميعها؟ نعم، النية عامة في جميع أنواع العبادات، قال
قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصح الأعمال العبادة إلا بالنية، وأما العادات فلا يشترط لها النية. نعم. ما المقصود بالروح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ الروح التي تحصل بها الحياة والحركة، هذه لا يعلمها إلا الله، حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. يستخدم بعض الآيات في حديثه مثل يوسف أعرض عن هذا وغيرها من الآيات فضيلة الشيخ في حديثنا مع الإخوة. يكره استعمال القرآن في المخاطبات، يكره هذا لأنه فيه امتهان للقرآن، قد يستعمل في مناسبة غير لائقة. نعم. في الآية بديع السماوات والأرض، ما المقصود ببديع يا شيخ؟ مبدع، البديع معناه المبدع، خلق السماوات والأرض، خلقها على غير مثال سابق، ابتدعها سبحانه وتعالى وأوجدها. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل عادل أنا أتحرج كثيرا فبعض أئمة المساجد لا يعطيني فرصة لقراءة الفاتحة في الجهرية صلاة المغرب والعشاء والفجر، فقرأت حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، احرص على قراءة الفاتحة مهما استطعت، وإذا لم تستطع أن تكملها فإنها تكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم. عندي عمارة من 5 طوابق مؤجرة، وهذا المال المؤجر فضيلة الشيخ بعد استلامه متى تجب فيه الزكاة؟ تجب الزكاة بداية من العقد، عقد الإجارة، ويجب إخراجها عند تمام الحول، إذا تم الحول يجب عليك إخراج الزكاة، زكاة الإجارة إذا تم عليها الحول من العقد، وإذا أخرجتها قبل ذلك فلا بأس. نعم. يقول في مسجدنا فضيلة الشيخ وعند دخول الإمام المسجد حالا يقوم المؤذن للإقامة ولا يعطي فرصة للإمام ليصلي ركعتين. نعم، الإمام ينتظر، فإذا جاء الإمام فإن المؤذن يقيم الصلاة، لأن دخول الإمام بالمسجد إذن بالإقامة. نعم. والآية الكريمة وشرح هذه الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للوالدان ترضع ولدها حولين كاملين، إلا إذا استغنى الولد عن الرضاع بأكل الطعام فإنه لا يجب إكمال الحولين، وأما إذا لم يستغني فإنها ترضعه حتى يستغني عن الرضاع بالطعام. نعم. هل ورد في السنن ذم البناء والعمارة؟ البناء الزائد عن الحاجة، أما البناء للحاجة فلا بأس بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بنى حجراته وسكن فيها، البناء للحاجة لا بأس به، إنما البناء الزائد عن الحاجة. نعم. ما الذي ينبغي في المصافحة؟ هل يبدأ باليمين أو بيمين المجلس أو بالأكبر والأقدر؟ نعم، يبدأ بالإنسان الكبير السن أو العالم الذي له قدر، يبدأ به ثم عن يمينه، عن يمين الكبير. نعم. يبدأ بالكبير علما أو سنا ثم يستمر عن يمينه إلى أن يكمل الجالسين. نعم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل للقرآن الكريم تأثير على الآخرين؟ ما في شك، القرآن الكريم يؤثر في القلوب الحية والقلوب الحاضرة، يؤثر فيها تأثيرا كبيرا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، مذكر بالله، مذكر بنعم الله، مذكر بالآخرة، مذكر بالموت والحساب والجزاء. نعم. أخيرا في آخر أسئلة السائل عادل يقول حدثونا عن الفرح التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفرحه واستبشاره وتبسمه مع صحابته. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفرح بالخير ويفرح بالانتصارات على الأعداء، يفرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرح. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، حيث تفضلتم بإجابة الإخوة والأخوات على أسئلتهم واستفساراتهم في لقاء هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من إذاعة القرآن الكريم والذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.